قالي لي راه كان هما في على الفاسي انت ما كنتش من الداخليه وما كانتش المنحه والو، ولكن دابا جاو لنا الحمد لله كاينه المنحه والداخليه وكاين كلشي. وغادي كانوا كيشكروا الاساتذه تاع على الفاسي بزاف، جاو لهنا ولاو كيباتوا فيه وكياكلوا فيه وكيديروا فيه كلشي. وقال لك الحمد لله انا ما كاينش المساكين وحتى فاش كانوا في الزهور، وقال لك كاع السيده هو كانوا كيعتنيو بهم. وقال لك هو كيف ماكش السيده كيبقى يديروا معاهم التكييف كلشي مزيان. وقال لك زوين. وقال لك السلام. وقال لك كانوا هما في الدشيره ما كايناش الداخلي وجوعتني هنا، هادشي كلشي بخير ومزيان. وقال لي كيقراوها في التاسعة. نعم شنو قال لي ان شاء الله ربي يخدم يكون هو مهندس. وقال لي كلشي صحابو مزيانين وكلشي كيدوي والاساتذه كاينين مترجمين وكلشي بخير. وقال لي كلشي المواد هو كيجيو ساهلين الا الاجتماعيات بوحدها هو اللي كيلقى فيها صعوبه. وقال لي فيها بزاف ديال الملخصات. في الحقيقه التجربه كانت اولا في الثانويه الاعداديه على الفاسي بالتشيره لمده 4 سنوات، وتم الان تحويلها للاكادير الكبير بحكم تدخل السيد عامل الاقليم والسيد المدير الاقليمي، بحيث انه استفادوا التلاميذ الصم من المنحه منحه كامله، وباعتبار ان اكادير الكبير فيها داخليه وايضا فيها الخارجيه، فتم تحويل التلاميذ لاعداديه اكادير الكبير. طبعا هذه التجربه هذه فريده على مستوى الجهه، خاصه ان وصلوا التلاميذ الاولى بكالوريا بالنسبه في الثانويه البقالي. عندنا احنا 3 مستويات الاولى والثانيه والثالثه. في الحقيقه في البدايات دائما تتكون تخوفات تتكون تمثلات، ولكن هناك الان الجميع اجمع على ان هذه الفئه هذه عندها الحق ديالها، انطلاقا من الاعلان العالي لحقوق الانسان، انطلاقا من الخطب الملكيه الساميه، انطلاقا من المقررات الوزاريه ومن قانون الاطار، وكذلك الرؤيه الاستراتيجيه للتعليم اللي كتعطي الحق لهذه الفئه هذه من حق الولوج الى حقهم في التعليم والى المؤسسات التعليميه. نتمنى ايضا ان يتفهم الجميع ان هذا العمل اللي فيه اكراهات بالفعل لا يمكن ان ننفيها، ولكن تتبقى دائما هذه الفئه هذه كنظروا لها من مقاربه حقوقيه ليست مقاربه احسانيه، ومن ثم علينا دائما ان يعني نكرم الذات من اجل اعطاء فرصه لهؤلاء التلاميذ كباقي اقرانهم ايضا في المغرب. وشكرا. الحمد لله هذا العام اللي كاين الداخليه راه تهنينا من شحال ديال المشاكل الداخليه، حل لنا المشاكل ديال التغيب الصباح التغيب والتاخر الصباحي والايواء، والدراري كياكلوا هنا وكيشربوا الحمد لله ما بقاش ذاك المشكل، ولات المدرسه قريبه لهم ولا كل شيء كيوصل القسم في الوقت وكيقرا عادي، والدمج ديالهم مع الاطفال مع التلاميذ السامعين مزيانه حتى هي، حيت البقاليه دارينهم في الاولى
اولى باك والجدعه مشترك هما مندمجين مع السامعين. بالنسبه للدراسه ديالهم بداوا في العام 2016 2017 على الفاسي، يلا الفوج الاول اللي شد السادس، شد السادس عن طريق التربيه النظاميه باش تكون عندهم مارك مصر باش يجيو الاعدادي يكون عندهم الحق في الولوج الى الاعداديه. كان الفوج الاول مكون من 15 شويه كيكون الغياب وكينقطعوا البنات اما بسبب الزواج اما بسبب البعد اما النقل ما كاينش ترونسبور كيجيو الدراري معدمين في الترونسبور. نجح ذاك الفوج استمرنا ثلاث سنوات اربع سنوات. الفوج اللي طلع الليسي كان ذاك العام فعلا الفاسي جدع مشترك علمي، هما بالنسبه للتوجيه ديالهم كيكون علمي لانه ما عندهم مشكل في المواد الادبيه باللغه الفرنسيه ولا اللغه العربيه ولا الانجليزيه، كيكون عندهم مشكل هما كيتوجهوا علميا. دابا حاليا راه الجدع المشترك اللي كاين في هنا راه داير علوم تجريبيه، الاولى باك كندير علوم تجريبيه سميتو الجدع حتى هو راه علوم. شحال العدد ديالهم تقريبا في المجموع؟ كلشي غادي يكون 23 في الليسي زائد كدا 40 هنايا سي 45 46 في الاعدادي. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.